مبطلات الصلاة يعني أشياء إذا فعلها المصلي تكون الصلاة باطلة ولابد من الإعادة. إنت وامز دود يشتغلون شغلات يتردو وامز دود يشتغلون شغلات عمل يشفش وامز يودا ديستو. الأول أن يتكلم متعمدا عالما تحريم الكلام في الصلاة. دو حرا إذا وامز يشتغل شعان قم يقدر يقام الشيخ أخوشتو قم يقدر يقام يقدر الثاني أن يتحرك حركة كثيرة حتى ترى وتظنه أنه غير مسلم من كثرة ما يتحرك لغير حاجة. تعقد ساعة حشت دوتش هنا حش وقت شوقت فيجيني شير بيت تغويلر إذا حنطي حش هنا يدق تو يدعي ساعة حويش تو يدق ميجينش ميت تغيوشة إلا ما زي شوقت في الحنخيطة. نعم، والانحراف الكثير عن القبلة يعني انحرف يمين أو يسار. يخا قبلة تنجرة قبلة تنجرة شوخ تعبير زن خلر ديك. نعم، وكذلك انكشاف العورة وهذا يحصل غالبا في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد. يخا اشتا عورة بوشالر إذا أقر دوك حنجر دولشتو فوتبول كي خشي يغلامز ديش بولشارة سجود دينش خناع بوكوش بولتو. وانتقاض الطهارة، إذا انتقضت الطهارة مثلا خرج منه ريح انتقضت الطهارة لابد يخرج يتوضأ ويأتي يعيد الصلاة. يخا لامز دور يسلتون لامز كرر دالي شا لامز ديشول شانها يخا شي لامز خرل طاقشا لامز جرآرة أولي لامز يغضع يغلتون. الضحك، الأكل، الشرب من مبطلات الصلاة. فيلر لا مصدوشتو يهو يأم يأرى تعمل رأتو لا مصدوشتو وديشتو.